السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة آخر خلاصة. لو أول مرة زرنا في القناة يا ريت تشترك في القناة وتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، ارزع لايك متل الفيديو، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. موعد مباراة الأردن أمام العراق، المباراة الودية بإذن الله تعالى اللي هيكون ميعادها غدا الخميس 12 نوفمبر أو 12/11/2020. متابعين الكرام، مباراة الأردن أمام العراق هيكون ميعادها بإذن الله تعالى الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان، فلسطين والأردن يعني الساعة 5 مساء بتوقيت الأردن ولبنان وأيضا وسوريا. المباراة بعدها الساعة 6 مساء بتوقيت العراق، يعني توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. المباراة ميعادها الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. المباراة بعدها الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباراة هتتلعب زي ما قلنا كده، هتتلعب في الأردن. للأسف في مواقع تانية برضو بتقول إن المباراة يكون ميعادها الساعة 3، وفي مواقع بتقول إن المباراة الساعة 2. طبعا ده توقيت الأردن، يعني هقول لك التوقيتات دي، يعني 3 عصرا أو مساء بتوقيت الأردن، 4 بتوقيت العراق، 5 بتوقيت الإمارات، بما إن المباراة تتلعب في دبي، يعني عذرا مش في الأردن، تتلعب في دبي في الإمارات. في مواقع كاتبة إن ميعادها الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت الأردن، الساعة 3 بتوقيت العراق، الساعة 4 بتوقيت الإمارات. عامة معظم المواقع كاتبين التوقيت اللي أنا قلت لك عليه ده. طيب القناة الناقلة بقى بالنسبة لمباراة الأردن والعراق، عندنا 3 قنوات. قناة الأردن الرياضية، التردد بتاعها زي ما أنت شايفه كده على النايل سات، التردد بتاعها اللي هو 11.9.58، وطبعا القناة المفتوحة. القناة التانية برضو اللي زيها زي المباراة قناة الرياضية العراقية أو العراقية سبورت، ودي على القمر الصناعي أتلانتيك بيرد 2، وتردد بتاعها 12.5.63، وطبعا أفقي والتشفير مفتوح. أما القناة التالتة اللي هتنقل المباراة هي قناة أبو ظبي الرياضية، ودي موجودة على النايل سات ولكن مش عارف التردد بتاعها. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر وخلاص، قدمنا لكم موعد مباراة الأردن أمام العراق توقيت مصر والأردن والعراق والإمارات. المباراة هتتلعب في الإمارات. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. اشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك، سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.